اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا على الهاتف دكتور كرم كردي رئيس نادي الاولمبي الاسبق وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري السابق لكره القدم. مساء الخير يا دكتور كرم. خير يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اهلا بيك. مساء الخير يا دكتور ياسر. اهلا دكتور كرم. معلش انا بس هرجعكم للفقره اللي قبل اللي فاتت. اتفضل. اللي هي بتاعت المدير الفني. نعم. ان انتوا اثرتوا موضوع الجوب ديسكريبشن بتاع المدير الفني. نعم. وهل الكابتن فاروق نفذها ولا ما نفذهاش، او حتى اللي قبل الكابتن فاروق. نعم. هو انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. هما بيجيبوا مدير فني ليه؟ مش بمزاجهم. الاتحاد الدولي يفرض على اي اتحاد كره يتبع الاتحاد الدولي انه يكون عنده مدير فني، وان وفي دورات معينه وفي مبالغ ماليه لا تدفع الا في حاله وجود مدير فني. فهم علشان كده بيجيبوا مدير فني. تمام. لكن انا 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 عشت في الاتحاد الفتره اللي كنت فيها. مدير الفني ما كانش بيعمل فيه اي حاجه. لاي دور. واعتقد برضو ده اللي حصل مع كابتن فاروق. هي المشكله ان هم بيضطروا يجيبوا مدير فني. لان تستيف ورق. احنا لان احنا عندنا مشكله يا كابتن احمد. نعم. ان اعضاء مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره بيشتغل مدير تنفيذي، كل عضو مجلس. برافو عليك، برافو عليك. نعم نعم. هم مش فاهمين ان عضو مجلس الاداره ده ملوش غير يوم مجلس الاداره يروح بيحط افكار وبيحط خطه. نعم. ماشي. ويشرف بعد كده على تنفيذها. لكن مش مطلوب منه ان هو يحضر الاجتماعات وانه يحضر اللجان. يعني انا مثلا الكابتن عمرو بركات الوحيد الصراحه اللي كنت بحترمه جدا جدا في اللجان، لانه كان بيمنع دخول اي عضو. عامر حسين ممنوع دخول عضو مجلس اداره يحضر اللجنه بتاعته. انت ليك ايه؟ انت ليك قررت تروح؟ ماشي. مش عاجبك يبقى خلاص. لكن يا تقرها يا ما تقرهاش. لكن للاسف عندنا ان اعضاء مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره ما بيسمعوش الكلام ده، كل واحد عاوز يعمل شغله بيه. ده طبعا المدير فني او مدير تنفيذي بتلاقيه هم مش عاوزين يدوا اختصاصات، لان كل واحد عاوز يظهر، لان كل واحد بيفكر في الانتخابات اللي جايه. يعني انا اتمنى ان اي واحد يخش الاتحاد او يخش اي نادي او اي انتخابات انه ما يفكرش في الانتخابات اللي جايه. لا، شغله هو اللي يخليه ينجح او يسقط، مش تربطاته او مجاملاته. التربطات شغاله يا دكتور كرم؟ ده من المؤكد يا كابتن شغاله. طبعا اصل في ناس دي شغلتها، وبالتالي لن يتغير في الامر شيء. لا 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 لا، احنا رايحين في 60 داهيه برضه. رايحين في 60 داهيه بقى، يعني طبعًا. كل اللي احنا بنقوله ده ملوش لازمه. اعتقد يا كابتن ان انت قدامك على الاقل يا دوره يا دورتين لما ينتهي الجيل بتاعنا اللي فيهم حضرتك برضه. لا انت اكبر مني بكتير. مش قوي يعني. لا معلش، ما تحطنيش معاك. دكتور كرم لسه صغير. دوره رياضيه مش دوره ثانيه. اتفضل. نعم. فاعتقد ان ممكن بعد كده بعد زوال الجيل ده اعتقد ان، لان انا شايف ان انهيار الكوره ابتدى من بدايه. رغم ان البعض بيقول انه البطولات والثلاث بطولات افريقيه متتاليه وكنا ملوك الكره في افريقيا، ازاي بتقول ده واحنا دلوقتي مش عارفين نوصل النهائيات الافريقيه؟ كابتن احمد الثلاث بطولات انت كنت عضو مجلس اداره في اثنين منهم، والثالثه كنت اعلامي وقريب من، احنا حصلنا على بطوله واحده بحق وهي 2008. 2006 كان بدعاء الوالدين وعشان خاطر الناس تفرح ربك كرمنا، و2010 طبعا جده جه من السماء. هو جده ما لعيب في منتخب مصر، وضربات الجزاء كانت ممكن تبتسم لساحل العاج ولا تبتسم لمصر يعني. فده في النهاية أنت 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 البطل يا دكتور كرم. 2008 احنا خدناها. لا أنا يا دكتور، أنا اللي أنا عارفه من الوقائع ومن المستندات أن مصر بطلة أفريقيا 2006 2008 2010، وده قال للناس أن مصر ملكة الكورة ملوك اللعبة. ما اختلفناش. نعم. ما اختلفناش. لكن ما نحن فيه حاليا هو تراكمات. أنت شايف أن احنا في انهيار إداري. طبعا. تراكمات من أيام اللي هو حرب وأنت جاي بعد كده. شكرا دكتور كرم كردي عضو مجلس اداره الاتحاد. وهي فكره معلومه صحيحه انه
انت بيجي لك من الاتحاد الدولي 250 الف دولار سنويا عشان قصه المدير الفني مش باسم الكابتن فاروق ولا الدكتور ياسر ولا احمد شوبير ولا الدكتور كرم. المهم يكون المنصب ده في واحد شغله وبيتم تخصيص هذا المبلغ. نعمله بجد منصب بجد بالظبط وليه ما تعملوش بجد؟ والغي حكايه الاشراف على المنتخب يعني انا مش قادر. هو خلاص يعني جمال علام قال انها اتلغت. لا ما هو بيقولوا كده على طول وبيرجع تاني. بس حلوه والاعلام حلو برضه لما يعني انا اقدم التايتل مثلا ايه اقدم مجلس اداره والمشرف على كذا. نائب رئيس مجلس اداره والمشرف على كذا. هي الحكايه كده عشان تبقى عارف. واصل احنا في طريقنا سواء شئنا ام ابينا انه اتحاد الكره هيرفع ايده عن الدوري. واتحاد الكرة هيرفع ايده عن البث التلفزيوني واتحاد الكرة هيرفع ايده عن المسابقات الانديه واتحاد الكرة مش هيبقى له علاقه بالانديه هيفضل اتحاد الكرة المنتخبات فقط لما هيبقى عندنا لجنه انديه وتكتمل الصوره رابطه انديه وتكتمل الصوره اللي هي الانديه المحترفه وكده اتحاد الكرة مش هيبقى له علاقه بكل ده اتحاد الكرة عنده منتخب اول منتخب اولمبي منتخب شباب منتخب ويترك المسابقه وشانها مالوش علاقه بيها زي الاتحاد الانجليزي زي الاتحاد الفرنسي وزي الاتحاد الايطالي والاتحاد الالماني يعني هو هيبقى عنده المنتخب بس فانا مش قادر افهم يعني ايه الاشراف على المنتخبات يعني اسم يطلع في الجورنان كتير واطلع في البرامج كتير بصفه عضو مجلس اداره ومشرف على المنتخب الاول او منتخب الشباب او منتخب انت عايز من الاخر ولا من الاخر طبعا هو ده عشان يبقى زياده في التلميع. الله يرحمه احمد رجب كان عبقري الورنيش طبعا انا احمد رجب ومصطفى حسين قلما يجود الزمان يعني زيهم تاني يعني فدول كانوا شايفينها الورنيش الاعلامي ومسك وزراء يعني احمد رجب مشى وزراء مشى ومشى وزارات يعني بنص كلمه لانه الورنيش كان فالورنيش رجع بزياده قوي يا دكتور ياسر بص يا كابتن شويه عشان نتفق على حاجه في ناس جعانه نجوميه وجعانه اعلام صدقني طب والحل يعني ما هو كده مش بص كابتن شوبير اقول لحضرتك على حاجه كل من لا يتقاضى مرتب لا يصح ان يكون له مكتب دي تبقى القاعده انت ما بتاخدش مرتب يعني ما عندكش مسؤوليات يعني صلاح سليم انصراف هو ده الصح يعني ايه واحد متطوع رئيس نادي وله مكتب وسكرتاريه او رئيس اتحاد او عضو مجلس اداره اتحاد انت جاي انت بتعمل مكتب ليه انت بتيجي يوم اجتماعك وتقول ارائك وتقول مقترحاتك ويعني الفيجن بتاعتك وفي ناس تنفيذين هم اللي هينفذوه انت موجود في الاتحاد كل يوم ليه بتعمل ايه طيب تحب اقرا لك خبر وهو من الصين ان الحكومه الصينيه بدات في اتخاذ خطوات جاده نحو تطوير لعبه كره القدم للوصول بها الى نفس مستوى الالعاب الاولمبيه في البلاد وهذا لغز كبير جدا انه في الاثقال مكسرين الدنيا انه في الغطس مش مكسرين الدنيا انه بيطلع الاول او الثاني على اكثر يعني هو المنافسه بينه وبين امريكا في كل الدورات الاولمبيه الا كره القدم. صحيفه الصين اليوم قالت ان الحكومه اتخذت قرار بالاهتمام بايه بقى؟ بقاعده كره القدم. البدء في تعليم اللعبه لاطفال المدارس عشان ترفع مستواها. صحيفه كمان عملت تقرير عن الكره الصينيه قالت انها لم ترتقي حتى الان الى ما يطمع عليه بلد المليار نسمه. على الرغم من الانفاق الكبير على استخدام مدربين تعرف ليبي كان هناك كان بياخد قد كده وغيرهم من المدربين يعني ولاعبين اجانب الا ان المنتخب يعني اريكسون كمان راح هناك برقم كبير جدا المنتخب الوطني يحتل المركز 99 عالميا في التصنيف الاخير لاتحاد الدولي الحكومه قررت تحويل صلاحيات ترويج اللعبه الى وزاره التربيه الوطنيه لما الصين بتقول كده ما بتهركش طالما نوت خلاص طبعا فاذا عزمت فتوكل على الله لكن هم ممكن يكونوا ملحدين ولا شيوعيين ولا لكن هيتوكلوا على الله وسحبها من اتحاد الكرة المتورط في العديد من قضايا الفساد لضمان نجاح تطوير كرة القدم طب الخبر دوت له اكتر من معنى اولا الصين قالت من 15 سنة انها هتنافس العالم رياضيا وساعتها في بعض الناس سخرت من ده لكن الصين بقت منافسة وبقت قوة حقيقية تنافس الولايات المتحدة على صدارة الميداليات الاولمبية في اي دورة اولمبية الصين لما قالت انها مش بس تنس طاولة ومش بس لا وهتاخد في السباحة وهتاخد في لعبات تانية عملت سباحة وجمباز وغطس فلما الصين النهاردة تيجي تقول الكورة يبقى تأكد انه حضرتك هتعمل ده في الكورة وهتنجح فيه النقطة الرابعة انه لما الصين عملت كده وسحبت الملف ده من اتحاد الكرة ما سمعناش عن ما عندهمش هم تدخل حكومي وفي حد راح اشتكى ده الجرايد اللي بتقول هناك يعني تقرير رسمي يعني ما فيش حاجة من دي الحكومة لها السلطة ولها السيادة بعد كده في حاجة كمان
ده السؤال الأهم، ليه الصين بتعمل ده في الكورة؟ ليه الولايات المتحدة اهتمت بالكورة وخدت كاس العالم علشان تستضيفه في بلدها؟ ليه الدول العالم بتجري ورا الكورة؟ ده رجعنا بقى في كتاب الرابع. نعم. ده فرانكلين فوير، ده أنا لقيته مع ابراهيم المعلم. كنا مسافرين سوا ولقيته معاه. كان لسه هو شاري، ما كانش قرا. فقلت له انا هاخد الكتاب. فقعد يقاوحني كده كتير، المهم انا اخدت الكتاب. ده الكلام ده قبل الانتخابات ولا بعدها؟ لا ده قبلها بحوالي فتره يعني. وكان لسه مستر مانويل جوزيه مدرب الاهلي. فمانويل جوزيه شاف الكتاب. فقال لي انا هاخده. كمان؟ فقلت له انا مش هاخده. هو جوزيه قارئ نهم. بس هو قارئ ميال اكتر للفلسفه. فقال لي لا هاخده. قلت لا والله ما هتاخده. يعني مش هيحصل. احنا كنا عندنا رحله مسافرين الصبح الفجر. فانا وهو قررنا ان احنا مش هنعرف ننام لو اننا مش هنصحى. تروح اليابان؟ كنا في اسبانيا. فقعدنا طول الليل نتخانق على الكتاب ونتخانق على الاهلي ونتخانق على الفلسفه. الكتاب بيشرح يا كابتن شوبير ازاي تقدر تفسر العالم عن طريق كره القدم. تمام. وازاي تقرا شرق اوروبا واللي حصل فيه والتحولات اللي فيه من خلال الكوره، وازاي تقدر تتوقع البرازيل بتعمل ايه من خلال الكوره، وافريقيا ليه مضطهده او ليه غائبه كرويا على الساحه العالميه رغم نجومها اللي بيلعبوا. الكتاب اهميته انه يقول لك ان الكوره مش مجرد لعبه، والكوره مش هزار. نعم. والكوره ظاهره سياسيه بالمقام الاول، وظاهره دعائيه، وظاهره تخص الامن وتخص الاستقرار في اي بلد في العالم. امريكا ما كانتش محتاجه ميداليه الكوره في لا دوره اولمبيه ولا محتاجه انها تاخد كاس العالم وفي الكوره، بس امريكا ادركت او البيت الابيض ادرك انه ما ينفعش تبقى قوه عظمى وانت غائب عن كره القدم. نفس المنطق اللي اتقال في امريكا من 20 سنه هو اللي اتقال في الصين النهارده. نعم. لا يمكن ان تكون دوله عظمى وانت غائب عن كره القدم. ده اللي خلى بوتين يحرص على ان يستضيف روسيا كاس العالم 2018. ده دي القواعد. نعم. انا فاكر كابتن شوبير مره وانا بقدم الاهلي اليوم، طلعت اتكلمت على حسن البنا والكوره، فبعض اعداء، بعض منافسين، بعض طامعين، ما اعرفش، المهم طلعوا ان انا بحتفل بعيد ميلاد حسن البنا في قناه الاهلي، ودي كارثه ودي فضيحه. وانا اللي كنت جايب تورتايه بحتفل بعيد ميلاد حد، انا بتكلم على حسن. اولا حسن البنا احنا دلوقتي ضد الاخوان، بنكره الاخوان، بس انا بتكلم على التاريخ. زي ما في اوروبا دلوقتي، اولا احنا مهما كرهنا الاخوان مش هنكرههم زي ما اوروبا بتكره ادولف هتلر. نعم. أكيد. اللي قتل ولادهم بين الملايين. بس لما بتيجي اوروبا تتكلم على استخدام الرياضه كوسيله سياسيه ودعائيه، بيبتدوا بدوره 36 في برلين. وهتلر عمل ايه في الدوره دي؟ حسن البنا هو اول واحد قرر استخدام كره القدم سياسيا ليواجه بيها الوفد ويواجه بيها الملك القصر وشعبيه الاخوان. هو ادرك من زمان جدا سنه 38 ان الكره هي السلاح اللي ممكن يخترق بيه حواجز الحكومه ويوصل لكل المدن وكل احنا ما قريناش الكتاب ده وما بنبصش للمعنى ده، فكانت النتيجه انه عمرنا ما استخدمنا الكوره لصالح مصر لحد دلوقتي، حتى واحنا كسبانين 3 بطولات ما استخدمناش لصالح مصر. ولما جينا وانا يمكن انا مضطر اقول لحضرتك الفكره، انا كان المهندس حسن صار وهو صديق عزيز جدا ولا ازال اعتز بيه واحترمه، قلت له تعالى نعمل اتحاد دول حوض وادي النيل، اتحاد كوره. نعم. وهذا الاتحاد لا ينظم ماتشات ولا بطولات، يضم كل الدول واختار دوله تبقى هي مقر الاتحاد او اعمل مقره في مصر، بس رئاسه الاتحاد بالتناوب كل سنتين. كويس. رئيس اتحاد كل دوله. وقعدت كتبت كل التصور ازاي نستغل هذا الاتحاد علشان خاطر مصر وعشان خاطر النيل. نعم. فوجئت المساله تحولت الى هذا المسخ اللي حصل، اللي هي الدوره اللي اتلعبت اللي مصر تكسب 6 و7 و8. انا نفسي اسال حضرتك سؤال. لو انا وحضرتك مسؤولين عن الكره في مصر، ومصر عندها مشكله مع اثيوبيا، وانا عايز استخدم الكره عشان احل المشكله دي،
هل اجيب منتخب اثيوبيا يلعب مع منتخب مصر ومنتخب مصر مثلا يكسب 4-0؟ انا متخيل انها كده حلت المشكله. صحيح. مع اثيوبيا. صحيح. مين اللي قال انه اللعب ان احنا نلعب مع بعض هنحل خلافاتنا؟ المهندس ابراهيم محلب هو دلوقتي رئيس حكومه، سواء صديقي من زمان جدا، وهو رئيس المقاولين العرب. نعم. فقعد معاه في مره في مكتبه في المقاولين العرب، وقعد حكى لي على الاستخدام السياسي لكره القدم. نعم. فقال انه واخد المقاولين العرب واخده مناقصه في غينيا الاستوائيه. نعم. اللي هي هتستضيف كاس الامم الافريقيه الاخيره. نعم. ففوجئ بشركات اسرائيليه عماله تضغط على الحكومه وعلى الاعلام عشان تتسحب المناقصه من شركه المقاولين العرب المصريه. فقرر يعمل ايه؟ فراح سال وراح مهندسين المقاولين العرب لفوا البلد، فاكتشفوا انه ما عندهمش ملعب لائق، والملعب الرئيسي مش لائق بالمستوى. فراح قابل رئيس الجمهوريه وطلب منه الاذن ان المقاولين العرب هي اللي هتبني الاستاد الرئيسي هديه من المقاولين العرب. وبنت المقاولين العرب هذا الملعب. فاستأذنوه تاني انه بدل ما هيحطوا اللوجو في المقصوره المقاولين العرب هيحطوا علم مصر. فوافقوا واتحط علم مصر في المقصوره الرئيسيه لاهم ملعب في غينيا الاستوائيه. وسال ابراهيم محلب على مين اهم نادي بيلعب هناك وشاوروا له عليه، فراح عمل رعايه عقد رعايه كشركه واستاذن اداره النادي انه بدل ما هيحط اسم المقاولين العرب على الفانيلا هيحط ايجيبت. نعم. واتعمل كده. في خلال سنه المقاولين العرب استردت كل حقوقها، خدت مناقصات اكتر. نعم. الشارع بقى سعيد جدا بمصر. نعم. بقى ممتن جدا لمصر. نعم. وهو ده الفكر بتاع الاستخدام السياسي لكره القدم، مش ان انا اروح العب مع غينيا الاستوائيه. طيب خلينا نشرك المشاهدين، لان ده كلام بغايه الاهميه، ولا بقى رئيس وزراء مصر ولا عمل ده يبقى عنده فكره جيده كيفيه الاستخدام السياسي لكره القدم. الحلقه دسمه جدا، بتفجر قضايا في غايه الاهميه، واخده من الجانب الايجابي اكثر بكثير من الجانب السلبي. استاذ مختار مساء الخير. مساء الخير يا كابتن شوبير. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. يا اهلا بحضرتك يا فندم. انا اولا بحيي حضرتك وبحيي الاستاذ ياسر على الحلقه الجميله دي. الله يخليك. الله يخليك. بس انا كابتن شوبير يعني عاوز افهم حاجه، يعني عاوز اعرفها من حضرتك. اتفضل. هل اتحاد الكوره الحالي هيستمر في اداره منظومه كره القدم في مصر بالرغم من ان معظم المصريين غير راضيين عن هذا المجلس؟ يا كابتن شوبير احنا مش ضد اشخاص، احنا نفسنا بجد في حد يدير المنظومه اداره محترفه. مش هنتحمل حد يجرب فينا تاني. نعم. مصر بخير يا كابتن شوبير، فيها كوادر على اعلى مستوى. نعم. قادره ان هي تصنع امجاد من الكره المصريه. نعم. ومحدش يقول ان مصر ما فيهاش لعيب. انا شفت مباراه بازل مع ريال مدريد وكنت مستمتع باداء محمد النني وحمودي بالرغم من انه شارك فتره بسيطه جدا، كان هيتعادل، بس ظهر ان ليه شخصيه في الملعب. ده صحيح، ده دليل على ان اللاعب المصري لو وفرنا له الظروف المعنويه والفنيه والاداريه المناسبه هيقضي افضل اداء يا كابتن شوبير. اشكرك استاذ مختار. استاذ محمود مساء الخير. الاخيره ابو كباتن، اهلا بيك. بس على حضرتك وعلى الدكتور ياسر، اهلا وسهلا. واحب اقول ان الفساد موجود من الستينات، وارجع الى قرار اتحاد الكوره لما كان القائمين عليه ناس محترمين، الاستاذ مروان فهمي واستاذ النائب محمد احمد، وارجع للايقاف بلاعيبه الترسانه والزمالك، واسر، مش عاوز اقول اسماء لان اللي وقفهم في ذمه الله. ولكن حادثة أخرى برضو، مباراة الأولمبي والمحلة في أواخر السبعينات، وتم إيقاف 4 أو 5 لاعبين من النادي الأولمبي تواطؤوا في مباراة. القائمين لازم يكونوا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى النزاهة وعلى مستوى عفة اليد وعفة اللسان. وأشكرك، والدكتور ياسر أصلا يعرف التاريخ كويس، ويرجع لقرارات اتحاد الكورة ويرجع الى قرارات النادي الاولمبي، لان الناس اللي قائمين ناس نزيهه ونظيفه. وبشكرك. شكرا استاذ محمود. استاذ محمد مساء الخير. استاذ محمد الو. محمد انا سامعك، سامعني؟ اهلا بيك، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل يا محمد. الو. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. ممكن اشارك؟ اتفضلي، اسم حضرتك ايه يا فندم؟ امل ابراهيم. اهلا يا فندم، اتفضلي. اهلا بحضرتك.
حضرتك. اتفضلي يا استاذ امل. ادخل يعني كده على الهواء؟ يا فندم احنا على الهواء. اتفضلي يا استاذ امل. اتفضلي احنا على الهواء يا استاذ امل. اتفضلي يا فندم. اهلا بيكي. انا شايفك. الو. اتفضل. الو. انتوا لخبطتوا التليفونات على بعض جوه يا جماعه، مش عارفين تظبطوا التليفونات جوه ولا ايه؟ اهلا يا استاذ محمد. اتفضل. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا محمد. لا عزت مش شريف. اتفضل يا استاذ عزت. اتفضل يا فندم. تحياتي للاستاذ ياسر بلدياتي. الله يمسى عليك. اتفضل. دكتور ياسر ايوب مشرف بيك اولا يعني. اتفضل يا استاذ عزت. لو تفتكر انا عزت كنت بشتغل مع نيفريتر بن تركي لو فاكرني. مع مين يا فندم؟ استاذ عزت قول لحضرتك اللي انت عايز تقوله يا فندم. اتفضل. احنا كابتن بنتكلم في منظومه كبيره، منظومه الفساد دي مش خاصه بكره القدم، لما تصلح كل حاجه في البلد تبقى دي تتكلم في كره القدم. شكرا يا استاذ عزت. انا ما بحبش الجمله دي على فكره، لو نقدر نصلح في كره القدم نصلح في كره القدم. كل واحد يقول لي وانت داخل على كره القدم؟ اه داخلين على كره القدم. كل واحد يصلح المجال اللي هو فيه. في حاجه اسمها لما نصلح نبقى نصلح ده؟ لا، لو نقدر نبرز مشاكل ونقول فساد ونقول قضايا ونقدر نصلحها لا نحاول. طب خلاص مش هنصلح اللي في الزراعه ولا اللي في الري ولا اللي في الهندسه ولا اللي في الطب ولا اللي في المستشفيات ولا اللي في التعليم، وبالتالي مش هنصلح اللي في الكوره. ده يا جماعه منطق مرفوض، اعتقد تتفق معايا دكتور ياسر. اه طبعا. لا مساله ان احنا مش هنعمل جدول يعني. ايه ده هنعمل جدول صحيح. هاني استاذ هاني اتفضل. ايوه مساء الخير يا كابتن. اهلا بيك. اتفضل يا استاذ هاني. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا استاذ هاني. انا كنت برضو عايز اكد على المعلومه اللي انا قلتها لحضرتك كابتن شوبير من ثلاث ايام. لما اليونان كسبت كان ادريس. اتفضل يا هاني. نعم هاني ادريس ده صديقنا من اليونان وحد محترم ومشارك ومطلع بشكل واضح جدا. اتفضل يا هاني. شكرا. اتفضل. لما اليونان خدت كاس الامم الاوروبيه 2004 كان رئيس الوزراء هو اللي كان مستني اليونان في المطار. نعم. وهو اللي كرم الفريق وهو اللي كرم المدرب وكرم رئيس اتحاد الكوره. نعم. بعديها باربع سنين نفس رئيس الوزراء ده هو اللي دخل رئيس الاتحاد السجن، يعني مش هو اللي دخله السجن، هو اللي ساعد ان هو يخش السجن علشان كان بيلعب في المراهنات بتاعه الدوري في اليونان. دي نقطه كنت عايز اكد على حضرتك فيها. وفي نفس الوقت برضو كنت حضرتك تتكلم مع استاذ ياسر على موضوع ان لما يبقى في زيارات من رؤساء بره يجوا مصر او العكس، المفروض الاعلام يبرز نتائج الزيارات دي. وانا اتكلمت مع حضرتك وقلت لك نتائج زيارات رئيس اليونان لمصر. نعم. النتائج اللي حصلت بعد ما كان في اجتماعات ثنائيه بين وزير الخارجيه المصري واليوناني وبين رئيس مصر ورئيس اليونان. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اسال فيها دكتور ياسر ان هو لو في قانون الشغب ملاعب اللي هيطلع بعد قانون الرياضه الجديد، ايه اهم النقط المفروض تبقى موجوده في قانون شغل ملاعب علشان الجماهير ترجع زي الاول؟ نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل دكتور ياسر موافق ان يبقى في الدوري الجديد او في دوري المحترفين يبقى فيه كذا فريق من قطاع البترول ومن الجيش ومن الشرطه، ولا هو شايف ان الانديه الجماهيريه دلوقتي ملهاش دور وان الدور هو على الانديه القطاع البترول والقطاع الحكومي زي الشرطه والجيش؟ شكرا هاني، شكرا جزيلا ليك. وائل استاذ وائل اتفضل. يا كابتن احمد السلام عليكم. عليك السلام يا فندم. اتفضل. السلام عليكم يا كابتن احمد. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. وسلام للاستاذ ياسر. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا فندم. انا بقول يا فندم بعد اذنك يعني يا ريت اتحاد الكوره يتعلم الاداره من النادي الاهلي. يتعلم الاداره من النادي الاهلي. احنا ليه ما بناخدش الكفاءات اللي في مجلس اداره النادي الاهلي يا فندم؟ شكرا وائل. سامح مساء الخير. مساء الخير يا كابتن شوبير. اهلا بيك يا استاذ سامح. تحياتي لكم للدكتور ياسر. اهلا وسهلا بالحلقه الجميله. شكرا. وابتداء للجمعه اللي فاتت للجمعه ديت ان شاء الله كده وانفرادات وحاجات جميله كده. اشكرك. خليني اقول لك على حاجه كابتن شوبير بس عشان وبخصوص المدير الفني للاتحاد المصري كابتن فاروق عمر اللي انا عارف له تصريح بيقول لك لو ما كانش هو اتكلم في الكوره مين يتكلم في الكوره؟ بقى له 11 شهر ما بيتكلمش في الكوره، بيتكلم في المرتب ال 50,000 جنيه. وبعدين الكابتن فاروق عمر تحديدا لما منتخب مصر فشل في الصعود لكاس الامم الافريقيه في الكبار والمنتخبات الناشئين فشلت في الصعود
ما اتكلمش ليه، هو اتكلم بس في حته ان هم اقلوه عشان ال 50,000 جنيه. انا عاوز ارد من الدكتور ياسر وحضرتك. شكرا. شكرا جزيلا. استاذ خالد. استاذ خالد كابتن. اهلا بيك يا فندم. كابتن احمد بمسي عليك وبمسي على الاستاذ ياسر. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. اتفضل. حضرتك انا عايز اتكلم في موضوع المنتخب. اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل اتكلم. هو كان في فرصه ان لو في اداره كويسه في اتحاد الكوره ان هي تصحح الاوضاع في الفتره اللي ما بين ماتش الاولاني بتاع السنغال وتونس وبعد كده ماتش سيراليون، كان في فتره لمده شهر. واضح من المباريات الوديه اللي عملها الكابتن شو غريب ان نفس الاخطاء اللي وقع فيها الدفاع ما صححش منها اي حاجه. نعم. المدربين اللي هي المجموعه اشتغلت على الاخطاء بتاعت المنتخب. واحنا ما صلحناش اي حاجه في الاخطاء بتاعتنا. كان في فرصه برضو لما لو في ناس يعني في اتحاد الكوره شافت ان الكابتن شوقي مش شغال. كان في فرصه في الثلاث ماتشات اللي في الدور الاولاني ان احنا نصحح ونخش الدور الثاني نصحح الاوضاع. واضح ان الكره المصريه بتعاني من الاداره. ما فيش اداره، ما فيش ناس بتبص بتشوف في ناس بتشتغل ولا ما فيش ناس بتشتغل. يعني الجيل اللي كان شغال قبل كده كان مجهول بالنسبه للسنغال وتونس. المنتخب بتاع مصر كان مجهول. احنا الماتشات اللي عملناها الماتشات الوديه صححت وبينت الاخطاء اللي عندنا. شكرا خالد. شكرا خالد. استاذ نبيل مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا فندم. اتفضل. اتكلم الكابتن. اتفضل يا استاذ نبيل. مع حضرتك. اتفضل يا استاذ نبيل. اتفضل. مساء الخير كابتن شوبير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. بحييك وبحيي الاستاذ ياسر. اهلا وسهلا. اتفضل. الو. اتفضل يا استاذ نبيل. اتفضل يا فندم. الو. اتفضل يا استاذ. فضلك في نقطه عايز اتكلم فيها. اتفضل يا فندم. الأندية الجماهيرية بتخلي للكورة مذاق خاص. تمام سعادتك؟ نعم. أنا ليا رأي يكون في اهتمام بالأندية الجماهيرية، أما أندية البترول، أندية الشرطة، الجيش، دي مهما كان برضه يعني ما فيش جماهير، فبالتالي برضه ما بيكونش للكورة يعني مذاق خاص وكده. رجاء خاص والأستاذ ياسر برضه اهتمام بالأندية الجماهيرية عشان نشوف الجماهير في المدرجات وكده. شكرا أستاذ نبيل. ناخد اخر ثلاث اتصالات. استاذ نور اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. بمسي على الاستاذ ياسر الكابتن ياسر، وانا من الناس المتعلقين جدا بكلامهم. الله يخليك. بس كلمتين، هو ليه بس الكابتن فاروق الكلام بتاعه ما طلعش الا من بعد ما عقام من اتحاد الكوره؟ كنا نتمنى ان الكلام ده هو في اتحاد الكوره يتقال. نعم. لكن احنا نبقى على دراية اللي بيدور جوه او الكلام ده. نعم. لكن احنا بنحزن من الكلام دوت اللي بيطلع بعد الاقاله ده. نعم. يا ريت نتمنى يعني ان يبقى في. انا بص حضرتك، انا من الناس اللي بتمتع وبحب الكره المصريه، بس نفسنا ان احنا نتقدم بقى نبقى زي دول اللي فات. شكرا نور. استاذ وائل مساء الخير. اهلا. مساء النور. اتفضل يا فندم. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. بحييك يا كابتن احمد كتير خالص، وبحيي الاستاذ ياسر ايوب اللي بحب خالص. اهلا وسهلا. وعلى فكره انا متصل مخصوص عشان خاطر الدكتور ياسر. اتفضل يا فندم. معاك الدكتور ياسر. اتفضل يا وائل. امرك. اسوان كلها بتحييكم من هنا. نعم. الله يخليك. ماشي. عايز اسال سؤال هنا، ليه موضوع المراهنات ده ما طلعش من بدري، ولا الكتاب ده ما كانش منشور؟ طيب سؤال مهم، الدكتور ياسر هيجاوب حضرتك عليه. اخر مكالمه عشان اعرف الحق اخد ردود من دكتور ياسر، لان عندنا قضايا كثيره جدا. استاذ احمد اتفضل. الو. اهلا بيك يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. انا احمد من الشرقيه كابتن شهور، وعايز امسك عليك انت والكابتن ياسر. اهلا وسهلا. اتفضل. وكنت عايز اسال بس علشان اعرف حاجه، ان احنا عشان الكابتن احمد الطيب كان قال قبل كده مش عايزين نخلط الرياضه بالسياسه. فلما اسمع الكابتن احمد الطيب وهو بيذيع نهائي كاس الخليج يعني ما بيتكلمش الا على امير تميم. يعني يقول لك الامير تميم وكده. وتاني حاجه ان هو ماسك رئيس منطقه السويس. واحنا بنتكلم ازاي عايزين الرياضه، هو قاعد ليل نهار في قطر وفي السعوديه. وتاني حاجه ان يعني ما ينفعش رئيس منطقه اسكندريه يكون الاستاذ عامر حسين ونفس الوقت رئيس لجنه مسابقات. فهي حاجات بسيطه ولازم نتكلم فيها يعني. نعم. شكرا يا احمد. عندنا اسئله كثيره جدا. استاذنك نروح الفاصل. ويكون طبعا ان شاء الله عندنا متسع من الوقت للاجابه على كل هذه التساؤلات.